الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بموسم الخيرات وجعلنا من المسلمين وسهل لنا طريق العبادات. أحمده سبحانه ربي وأشكره، والشكر المنعم واجب على الأنام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مساعد له ولا معاون له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، النبي المصطفى والحبيب المجتبى ومسك الختام، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته ومن سار على طريقته ونهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، فهي وصية الله سبحانه للأولين والآخرين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن التقوى من أنفع الذخائر وأفضل لباس، ولباس التقوى ذلك خير، إن أفضل اللباس لباس التقوى، فألبسوا حياتكم لباس التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشكروه سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم من النعم الجليلة ومننه المتكاثرة وآلائه الجسيمة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخواني من المسلمين، اعملوا أعمال الصالحات لله، استعدوا للآخرة، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فاتقوا النار، فاتقوا النار عباد الله التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله عباد الله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يقول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه جعلنا موسما عظيما، موسم الخيرات والحسنات، شهر شعبان المعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر الله، وشعبان شهري، شعبان مطهرة، ورمضان مكفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. أيها الأحبة في الله،
فصوموا في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر الفضيل، صوموا لله، قوموا لله، وكونوا منيبين إلى الله، وكونوا من التوابين ومن المتطهرين، كونوا من أوابين. أيها الأحبة في الله، كونوا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فتمسكوا عباد الله هذا الدين المبين، واستقيموا على الإيمان والإسلام حتى أن توصل بها إلى الغاية المنشورة رضا الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادات الغرر. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اتركوا المعاصي. أحذركم أيها الإخوة عن محارم الله ومعاصيه. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم حيث أمرنا بذلك، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم رد الشباب المسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من شبكة اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم خيب عملهم وشتت شملهم. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود والنصارى والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم أقيم على الجهاد، وانشر رحمتك في البلاد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه المسلمون، ويذل فيه المفسدون المجرمون، ويؤمر فيه بالعرف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحم على أمة الإسلام الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.